عليكم، يعطيكم ألف عافية يا مس. اليوم بإذن الله بدي أكمل ورقة عمل رقم 2. ورقة عمل رقم 2 تحتوي أيضا على تلخيص لمادة المطلوبة بالامتحان. خلينا نبلش مع بعض بالسؤال الأول. السؤال الأول بيقول لك نستخدم لقياس الزاوية. إيش أنا بدي أستخدم لقياس الزاوية؟ المنقلة. إذن نستخدم لقياس الزاوية المنقلة. السؤال الثاني، قياس الزاوية الرابعة في الشكل الرباعي. عندي شكل رباعي أعطاني منه 3 زوايا، بده الزاوية الرابعة. بجمع بقول 50 زائد 80 زائد 40، 90 زائد 80 170. بعدين بقول 360 ناقص 170، صفر هون، هون بتصير 16، وهون 2، 16 ناقص 7 9 و1، إذا 190. قياس الزاوية الثالثة 190 درجة. بجمعهم، بجمع الزوايا اللي عندي وبطرحهم من 360. السؤال الثالث، هل من الممكن أن تكون الزوايا الأربعة في الشكل الرباعي منفرجة؟ هل ممكن إنه تكون الزوايا الأربعة أكبر من 90؟ إذن الجواب لا، لا يمكن أن تكون الزوايا الأربعة بالشكل الرباعي منفرجة. السؤال رقم 4، هل من الممكن أن تكون زاويتان في الشكل الرباعي منفرجة؟ نعم، زاويتين بكونوا أكبر من 90. هل من الممكن أن تكون 3 زوايا في الشكل الرباعي منفرجة؟ أيضا نعم، بصير يكون 3 زوايا عندي منفرجة. السؤال رقم 6، شكل رباعي إحدى زواياه 60 والثلاث الأخريات متساويات، جد قياس الزوايا. بقول 360 ناقص 60 يساوي 300. هلأ 300 هاي بدي أوزعها على الثلاث زوايا اللي ضلوا، 300 تقسيم 3 ويساوي 100. إذن قياس الزوايا المجهولة كل وحدة تساوي 100. السؤال رقم 7، عدد خطوط التماثل في الشكل السباعي المنتظم. قلنا عدد خطوط التماثل هي عدد الأضلاع في الأشكال المنتظمة، إذن 7، 7 خطوط تماثل. عدد خطوط التماثل في المربع، المربع عنده 4 أضلاع، إذن 4، لأنه المربع مضلع منتظم. عدد أضلاع المضلع، عدد أضلاع المضلع المنتظم إذا كانت عدد خطوط التماثل 10. قلنا عدد خطوط التماثل هي عدد الأضلاع بالمضلع المنتظم، إذن 10 أضلاع. محيط مربع طوله 7، محيط المربع يساوي 4 ضرب طول الضلع، يعني 4 ضرب 7 ويساوي 28، شو هاي؟ 28 سنتيمتر مربع، إذا الجواب 28. عندي محيط مستطيل طوله 6 وعرضه 2، حكينا محيط المستطيل يساوي 2 ضرب الطول زائد العرض. عندي 6 زائد 2 ضرب 2، اللي هي 6 زائد 2 8 ضرب 2 ويساوي 16 سنتيمتر مربع. عندي متوازي أضلاع طول قاعدته 7 وارتفاعه 2، بده مساحته، مساحة متوازي الأضلاع تساوي طول القاعدة ضرب الارتفاع.
طول القاعدة 7 ضرب الارتفاع 2 ويساوي 14 سنتيمتر مربع. عندي آخر واحدة شبه منحرف، بدي مساحة شبه المنحرف طول قاعدتيه 1 4 و1 2 وارتفاعه 3. مساحة شبه المنحرف تساوي نص ضرب مجموع قاعدتيه ضرب الارتفاع. هلا بقول نص مجموع القاعدة 1 4 و1 2 ضرب الارتفاع اللي هي 3. 2 زائد 4 6 ضرب نص ضرب 3. 6 ضرب نص 3، 3 ضرب 3 ويساوي 9 سنتيمتر مربع. هيك أنا بكون حليت ورقة العمل وراجعت مادة الامتحان. يعطيكم العافية.